التي نبدأها من متابعة هذه الصور المتداولة لعمليات إخلاء القتلى والمصابين الإسرائيليين من حي الزيتون. إذن نتابع وإياكم هذه المشاهد لعمليات إخلاء القتلى والجرحى الإسرائيليين من حي الزيتون في غزة، الذي شهد اشتباكات عنيفة خلال الساعات الماضية مع كتائب القسام. حتى الآن لا يعرف عدد الإصابات، وإن كان من بينهم قتلى أيضا، فقط أن هناك عدد من الإصابات بحسب ما ذكرت كتائب القسام. إذن هذه الاشتباكات جرت في مناطق حي الزيتون وفي مبنى كان يضم عدد من الجنود الإسرائيليين الذين اشتبكوا مع كتائب القسام المتواجدين في تلك المنطقة، واستمرت لساعات طويلة هذه الاشتباكات، أدت إلى عدد من الإصابات لم يتم تحديده حتى الآن، لا من قبل الجانب الإسرائيلي الذي لم يعلن أي شيء بخصوص ذلك، أو من قبل كتائب القسام.